بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في حلقة جديدة من برنامج أرافق طفلي. ولدينا موضوع مهم جدا، هذا الموضوع مهم وتناولناه عدة مرات، ولكن لأهميته استضفنا أيضا في هذه الحلقة الأستاذ زوا ياسين. أهلا بك، مختص في تدريب الأطفال والكوتشينج الدراسي. نعم. أهلا بك وسهلا. أسعد الله مساءكم، إن شاء الله تكونوا بخير. وهي حصة أرافق طفلي من عنوانها يتضح يعني أنه مرافقة الطفل ضرورية جدا، خصوصا أنه نعرف أنه المواضيع التي يتناولها ونتناول في كل مرة تصل إلى الأولياء. قناة عمو يزيد قناة معروفة بالأطفال. إن شاء الله صوتنا رح يوصل أكبر عدد ممكن من الأولياء بإذن الله. بالنسبة لموضوعنا لحصة اليوم، الموضوع حساس لأنه اللعب عند الأطفال بصفة عامة ضروري جدا، ضروري. حتى ولو تناولوا هذا الموضوع أستاذة في كل حصة ومختلف المختصين، هتلاحظي أنه هذا الموضوع متشعب، لأنه اللعب متعلق بالطفولة. المراحل التي يمر بها الطفل هي 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة من 0 إلى 6 سنوات، مقسمة إلى 2، من 0 إلى 3 ومن 3 إلى 6 سنوات، هي مبنية على اللعب، لأنه اللعب في حد ذاته تكوين لشخصية الطفل. فالمشكل الذي يقع فيه بعض الأولياء أو كذا حتى المربين سواء في الروضة أو عند السنوات الأولى في المدارس، أنه يهملوا نوعا ما جانب اللعب في تكوين شخصية الطفل. فالطفل لما نشوفوه حكم مثلا اللعبة يا أستاذة، الهدف تاعه الأول من خلال هذه اللعبة هو أنه يحاول يكتشفها، يكتشفها. فبناء شخصية الطفل تكون عند في الاكتشاف، وهو يحاول الاكتشاف ونوعا ما التمتع بهذه اللعبة. أستاذ، حتى أنه الاختيار اكتشاف. نعم، يكون عنده ألعاب متنوعة هو رح يختار وحدة، يختار. وخصوصا أنه نحن نعرف أنه في المجتمعات المتطورة، حتى نقول أنه نحن الحمد لله الآن نعيش نوع من الازدهار في كل المجالات، نطمح أيضا إلى تغيير بعض الذهنيات الخاطئة في اللعب. فبعض الأولياء تقول لك أن وليدي نوعا ما عنفي، يكسر الألعاب. هو الهدف تاعه ليس التكسير، بل الهدف الأول تاعه هو الاكتشاف. نبدأ أستاذة على بركة الله في ما معنى اللعب. اللعب هو ربطناه مباشرة بتكوين شخصية الطفل، صحيح، لكن اللعب في حد ذاته هو استمتاع. الدماغ يفرز هرمونات تساعد الطفل على أولا الاستمتاع في تلك اللحظة، ثانيا أنه فصي الدماغ، لما نقوله فصي الدماغ احنا نعرف أنه الدماغ مقسم إلى 2، عندنا فص أيمن وعندنا فص أيسر. اللعب موجود في الفص الأيمن، أما كل ما تعلق بالدراسة وأشياء أخرى مرتبطة بالفص الأيسر. إذا كانت تنشئة الطفل في السنوات الأولى مبنية على تلقين الطفل المهارات الكتابية والأشغال اليدوية فقط، هنا الطفل هملنا له جزء مهم واللي هو الفص الأيمن. فالفص الأيمن من غير المعقول أننا في 2024 ما زلنا نغلط في هذا الموضوع المهم جدا. أبادرك الرأي وأشاطرك الرأي في نفس الوقت أنك في كل حصة تحاولين إبراز هذا الجانب المهم. أولياءنا الكرام، أمهاتنا وأبنا وإخوتنا بصفة عامة، لو نروح فقط نشوف الأطفال اللي راهم صايرين أمامنا الآن أستاذة، فيه نوع من الصراخ، فيه نوع من الحركة. ما شاء الله، طحت لنا الحلقة ما شاء الله مع أطفال، مع الأطفال مباشرة. أستاذة، أول شيء راهي بادر لك الآن، ما هو الصراخ؟ الصراخ الطفل يخرج طاقة، حركة، أسبوع كامل من الدراسة، المساء الآن الأطفال يلعبون، نوع من الصراخ، نوع من إخراج الشحنة، نوع من تقسيم الطاقة. ثانيا أستاذة، هذا الابتسامة ماذا تدل؟ تدل على أن هذا الطفل عنده جانب اجتماعي، كما نقول ما عندوش مشكل في الجانب الاجتماعي. اللعب يبرز لنا الأطفال اللي عندهم نوع خلل من في الذكاءات، وهو الذكاء الاجتماعي. فاللعب يحسن ويعطي نوعا من الذكاء الاجتماعي. فالطفل الذي يعيش في انطوائية، يعيش في عزلة عن المجتمع، تقول لك الأم أنه الشارع اللي نسكن فيه شارع خطير وفي آفات اجتماعية، نخاف على وليدي من الاعتداء، نخاف على وليدي أنه يجيب لي ألفاظ سيئة. هنا تدخل المناعة النفسية، تدخل نوع من التحضير النفسي للطفل. أما أنك
تنحي جانب مهم في تكوين شخصية الطفل، هو اللعب مع أقرانه مع العائلة. لكن يوجد ألعاب يمكن لنا أن نضبطها، لا نحرم الأطفال منها، لكن نحاول أن نضبطها داخل المنزل أو بالمراقبة أو عن طريق المراقبة. هي الألعاب الإلكترونية اللي نوعا ما تؤثر على دماغ الطفل وتخليه نوعا ما يدخل في التشتت الذهني وربما يقص في التركيز. الباسيفيتي من بعد يولي يتلقى فقط ما ينشطش، لأنه أستاذ عنصر المتعة والتشويق الموجود في الألعاب الإلكترونية هو يشبه نوعا ما للتنشيط اللي نعمله مع الأطفال، مثلا الآن في المزرعة يقوموا به، يجبد الأطفال. الألعاب الإلكترونية فيها نوع من المستويات اللي تخلي جذب الطفل لها ويتعلق بها مباشرة. الآن أستاذة يوجد اللعب أيضا ضوابط في المدرسة، لأنه فيه بعض الأطفال عايشين في جو عالم من اللعب فقط، فيجب على الأولياء المراقبة. هنا نشكل بما يسمى فريق خاص بابني، يتكون من من؟ يتكون من الأم اللي تكون داخل المنزل البيت، والأب والمحيطين بهذا الطفل، العائلة الأولى، ثم علاقة وطيدة مع الأستاذة خصوصا في الابتدائي. وين الطفل نشوفهم أنه الأساتذة نورنا يا أستاذ، نورنا يا أستاذة. والله العظيم أنا في علاقة طيبة مع الأساتذة في الابتدائي خصوصا، لأنهم هم النشأة يقولون لأن الأطفال يجي للمدرسة ما زالوا يلعب، لأنه عدم إشباع رغبة الطفل في اللعب هي مشكل يؤرق حتى الأساتذة داخل القاعة في المدرسة، مما يسبب تراجع دراسي، إهمال دراسي، نقص في الرغبة الدراسية. لهذا يا جماعة يجب أن نعود إلى الأصل، وين كنا نشوف الأطفال يلعبوا عادي، يعني التراب ولا يلعب في الأرض هي نوع من راك تراوغ في ابنك في نفس الوقت، لكن أنك تمنعه بضوابط وتخاف من الشارع وتغلق عليه راح يروح للمدرسة ويفجر هذه الرغبة في اللعب. نشوف الطفل في الطاولة في المدرسة يلعب، يرسم في الطاولة، لماذا؟ لأنه حاجته للعب، عنده حرم نوع من اللعب. النجباء والأطفال يتحصلوا على المعدلات رائعة، تلقاهم متوازنين في كل المجالات سواء في اللعب سواء في الدراسة. هنا نعود إلى الفريق اللي تكلمت لك عليه، ويكون تنسيق بين الأمهات وكذا الأولياء بصفة عامة والمدرسة. المدرسة إشباع حاجية الطفل تكون بالدرجة الأولى عن طريق اللعب. ثانيا اختيار نوع اللعبة مهم جدا. يوجد ألعاب تربوية رائعة. الجزائر الآن تروح المعارض الكتاب مثلا معرض الكتاب تلقيهم دايرين زوايا غير فيها لعب. اختاروا لأبنائكم واختاروا اللعبة المناسبة. الألعاب الإلكترونية ما تقدرش تنحيها من الطفل كلها، اضبطها واختار نوع اللعبة الإلكترونية. حذاري من الألعاب الإلكترونية اللي فيها الصوت المرتفع صاحب، لأنها تطير الطفل وتخليه في نوع من الدوامة. بارك الله فيك. وفيك بركة. كاين بعض الأولياء اللي ما يأمنوش باللعب. احنا أنا نعطيك واحد النقطتين فكرتني فيهم. كيكون أنا نمشي في الوسائل اللعبة نستلهم منها، يعني نربط اللعبة بالدراسة. بالدراسة يعني طبعا. عندي دراسة، عندي طبعا. درس نكمل الدرس هذاك طبعا. ما نديرلوش تعبير مثلا، ما نديرلوش اثر كتابي حبيته يلعب بها، يعني الدرس هذاك نطبقه على طريق اللعب. ولكن ماهوش كامل الاولياء، كاين بعض الاولياء وسمعتها هنا بوذني يقول لك رانا نبعثوهم للمدرسه يقراوا ولا يلعبوا. جميل جدا. هنا أستاذة يجب أن نفتح قنوات الحوار مع هذه الأمهات والأولياء، التكوين المستمر للأمهات خصوصا لأنهم هم في الواجهة الأولى. أتكلم أكثرية بالأمهات لأنهم هم في الصفوف الأولى مع الأطفال. لكن لا يكفي الأم وحدها، يجب أيضا الأب. اختيار طرق إبداعية في تدريب أو تدريس ابني يدخل في إطار التجديد المستمر. التجديد المستمر في عملية التعلم السليمة. نعم. اللعبة الهادفة هي إبداع، وأصلا يجب أن نستغل اللعبة الهادفة في تدريس أبنائنا، ولما لا تغيير في طريقة المراجعة مع أطفالنا وطريقة الحفظ أيضا. وحاليا راكي تشوفي أستاذة موجود كل الوسائل، تدخل الوسائل الوسائل البسيطة نقدروا نخدموها في الدار. عادي عادي أستاذة، موجود المواقع، موجود بطاقة هكا صغار نقدروا هكا نلعبوا ليجو. أكيد أستاذة. أكيد. بالمعلومات، والطفل يركب المعلومة، نصف المعلومة معه، النصف الآخر شطر الثاني، ويركب الثاني المعلومة وحده، وهو راح يجيبها وراح يراجع ويكتسب المعلومة. ويكتسب المعلومة بدلا من ذاك الحفظ الروتيني والطريقة المملة ويهرب الذريع على المراجعة. أستاذة في الأخير نقول اللعبة مفيدة إذا تم استغلالها بالطريقة الصحيحة.
تكوين الأولياء ضروري جدا طبعا. استغلال التكنولوجيا في ما يفيدنا مع أطفالنا. نعم. اليوتيوب موجود فيه وسائل تلقى ألعاب يتم وضع فيديوهات يعني من طرف مختصين حاول أنك ترفد المفيد من هذاك الفيديو وعمله مع أطفالك. ابني ما قدرش يحفظ الحروف، ما قدرش يتعود على الحروف، عنده مشكل في الأرقام، باللعبة نوصل له الهدف نتاعي. عصفورين بحجر عصفورين بحجر وراني لبي لك في الرغبة تاعي. ركزنا أستاذة في هذه الحصة على الابتدائي أكثر لو لاحظتي. نعم. على النشأة، ثم يوجد مرحلة تسمى بالمتوسط. هل اللعب متعلق فقط بالنشأة؟ لا، اللعب موجود كبره. حتى الكبار يا أستاذة احنا نحبوا اللعب. كل ما زاد سن الطفل حاول أنك تروح تديه اللعبة اللي عندها هدف مثل الشطرنج. نعم. مثل هذول الألعاب تخلي مستوى نعم حتى أنها توطد العلاقة بين الأم وأطفالها. نعم. والأب بين أطفاله. لعبة الشطرنج لعبة اجتماعية رائعة جدا، ولعبة للأذكياء فيها نوع من التحدي. نعم. وكل لعبة تشبه لعبة الشطرنج هي هادفة. نعم. لهذا نحن في تدريب الأطفال نركز كثيرا على هذه الألعاب مع الطفل. نعم. أولا نشبه حاجته للعب، ثم نذهب إلى التدريب، لأنه من غير المعقول يا أستاذة أنه تروح مباشرة للتدريس وأنت عندك مشكلة ممارسة. نعم. نعم أستاذة ممارسة لازم يكون. نعم تكون أستاذة. بارك الله فيك أستاذة ياسين زوي. حاولنا تقديم هذه النصائح. إيه. يتبعونا فقط الأمهات، وإن شاء الله مزاد حصص أخرى نتناول هذا الموضوع بالتفصيل. إحنا ماذا بينا هذا البرنامج بالذات أرافق طفلي، نحاول قدر المستطاع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنه نفيد الناس في هذه الدقائق المعدودة، يدوا أكبر قدر من المعلومات والأفكار والنصائح. وإن شاء الله تكون هذه النصائح مفيدة. الله يا رب. بارك الله فيك أستاذ. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على هذا الحلقة، متابعة هذه الحلقة. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله مع موضوع جديد أو ربما قد تناولناه من قبل. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.